السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الدراسات الاجتماعية. سوف نقوم اليوم باستكمال دروس الوحدة الرابعة بعنوان السكان في الوطن العربي. نتناول الجزء الثاني من الدرس الأول، نمو السكان وتركيبه في الوطن العربي. دعونا معا نستمع إلى رؤية المدرسة. رؤية المدرسة، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. دعونا نتذكر معا قيمتنا الشهرية لهذا الشهر وهي المشاركة، والقيمة الأسبوعية وهي قيمة أفتخر كوني مسلمة. أهدافنا لهذه الحصة، توقع منك طالبتي في نهاية الحصة أن تكوني قادرة على أن تذكري عوامل ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي، تفسري ارتفاع معدلات المواليد في الوطن العربي، تعرفي التركيب السكاني، وأيضا تقارني بين التركيب العمري والتركيب النوعي لسكان الوطن العربي. في الدرس السابق درسنا تطور أعداد سكان الوطن العربي منذ عام 2000 إلى عام 2019، حيث استنتجنا أن عدد السكان في خلال 39 عاما زاد فيما يقارب من 4 أضعاف عدد السكان. وتعرفنا أيضا على الدول التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، والتي تتمثل في السعودية، اليمن، الجزائر، المغرب، مصر، السودان، والعراق. ندرس هنا العوامل المؤثرة في النمو السكاني، حيث تتمثل في عاملين هما الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية. الزيادة الطبيعية تتمثل في الفرق بين المواليد والوفيات، أما الزيادة غير الطبيعية فتتمثل في الهجرة الوافدة. النمو السكاني حبيباتي هو عبارة عن مقدار الزيادة في عدد السكان في منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. هنا نبدأ بالزيادة الطبيعية، حيث يرجع ارتفاع النمو السكاني بالوطن العربي إلى ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات. ومن أسباب ارتفاع معدلات المواليد هو العادات والتقاليد الاجتماعية، حيث أن بعض الأسر العربية وخاصة الريفية تتفاخر بكثرة عددها كما تعبر هذه الصورة. وتنخفض معدلات الوفيات في الوطن العربي، حيث بلغت حوالي 5.3 لكل 1000 من السكان. والآن هيا بنا نتعرف على أسباب انخفاض معدلات الوفيات في الوطن العربي، حيث تتمثل أولى تلك الأسباب في ارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الصحية كما هو موضح في الصور التي أمامنا، وأيضا التقدم الطبي في بعض الدول العربية والاهتمام بصحة الأم والمواليد. أما الزيادة الغير طبيعية فهي متمثلة في الهجرة الوافدة. تمثل الزيادة غير الطبيعية للسكان في الهجرة، والتي تؤدي إلى زيادة النمو السكاني في الدول المستقبلة لها مثل دول الخليج العربي. والهجرة هي عبارة عن حركة الأفراد من أماكن إقامتهم إلى أماكن أخرى والإقامة فيها طلبا للعمل أو العمل أو الأمن أو غير ذلك من الأسباب. أو نستطيع قول أن الهجرة عبارة عن انتقال الأفراد من مكان إلى آخر سواء داخل الدولة وتسمى بالهجرة الخارجية، أو خارج الدولة وتسمى بالهجرة الخارجية. إذا أنواع الهجرة: هجرة داخلية وهجرة خارجية كما هو موضح أمامنا بالصور. الآن هيا نجيب على هذا السؤال بفتح الكتاب المدرسي صفحة 91. من العوامل الغير الطبيعية المؤثرة في النمو السكاني للوطن العربي: المواليد، الوفيات، الكثافة، الهجرة. نعم أحسنتم، الهجرة. ننتقل الآن إلى تركيب السكان. والتركيب السكاني هو عبارة عن الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر والنوع، حيث نقوم بتقسيم السكان على حسب العمر إلى فئة الأطفال والشباب وكبار السن، وعلى حسب النوع إلى الذكور والإناث.
التركيب العمري هو عبارة عن تصنيف السكان حسب الفئات العمرية، كما يتضح من هذا الشكل نستطيع معرفة الفئات العمرية في الوطن العربي، حيث هذه الفئة هي صغار السن أقل من 15 عاماً وتمثل 32.5% من عدد السكان، أما هذه الفئة وهي فئة الشباب وهي تمثل 62.74%، أما كبار السن فتمثل 4.76% من عدد سكان الوطن العربي. إذن الفئة العمرية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من سكان الوطن العربي هي فئة الشباب، والفئة التي تستحوذ على النسبة الأقل من سكان الوطن العربي هي فئة كبار السن. إذن من خلال هذا الشكل سجلت نسبة صغار السن أقل من 15 سنة حوالي 32.1% من جملة سكان الوطن العربي، أما نسبة الشباب فقد استحوذت على الفئة أو على النسبة الأكبر حيث مثلت 62.74% من جملة سكان الوطن العربي. إذن هيئتنا نجيب على هذا السؤال في صفحة 89 سبب ارتفاع نسبة الشباب في دولة قطر. يرجع ارتفاع نسبة الشباب إلى دولة قطر لأن الأعمال الوافدة أغلبها من الذكور في سن الشباب. ننتقل الآن للتركيب النوعي، ويقصد به تركيب النوعي للسكان هو تصنيف السكان حسب النوع إلى ذكور وإناث، حيث تمثل الذكور في الوطن العربي نسبة 52%، أما الإناث 48%. بملاحظة هذا الشكل يتضح لنا أن الذكور يستحوذون على حوالي 52% من حجم سكان الوطن العربي، بينما الإناث بلغت حوالي 48% من جملة سكان الوطن العربي. والآن نفتح الكتاب المدرسي صفحة 91 ونجيب على هذا السؤال. نختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: الخصائص السكانية التي يمكن قياسها مثل العمر والنوع يطلق عليها اسم النمو السكاني، التركيب السكاني، التوزيع السكاني، الكثافة السكانية. نعم، التركيب السكاني. وأنا حبيباتي تنطيح حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.